السلام عليكم. اليوم نروح لولاية أم بواقي لنقف على الأشغال تاع السوق الجملة بمدينة عين بيضاء اللي راح يعرف تأخر كبير لأسباب نجهلها. المهم أنه الأشغال عادت للانطلاق من جديد إذن، وإن شاء الله يكتمل المشروع هذا اللي يعتبر حقيقة إضافة أساسية وهامة جدا في يعني المنظومة التجارية، تساعد كثير على السيستم دو ريغولاسيون تاع لو مارشي تاع لو غرو مارشي، واللي أثر أكيد على الأسعار وبالأسواق تاع التجزئة. أترككم تتابعون ما تبقى من الفيديو، والسلام عليكم.